السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا اليوم في المحاضرة الثالثة من مقرر التحرير العربي. نتكلم اليوم عن أركان الكتابة ومعنى كلمة أركان، أي الأشياء التي يجب أن أراعيها وأنا أقوم بعملية الكتابة. هذه الأشياء هي الجدة والرشاقة والربط بين المعاني والاقتباس والتضمين وعدم الغرابة. أركان الكتابة الأربعة هذه عند ابن الأثير، وسنتكلم عن كل منها على حدة. كان ابن الأثير أكثر علماء البلاغة اهتماما بهذا الموضوع، لذا هو من اخترناه هنا، فقد خصص له بحثين في كتابه المثل السائر. ففي معرض حديثه عن علم البيان وأصوله وقواعده عقد فصلين للكتابة، وتكلم فيهما في الفصل الأول من الفصلين عما يجب أن أراعيه في الكتابة حتى تتضح مظاهر الجمال ومفاتن الحسن في النص المكتوب، وسمى ذلك بأركان الكتابة. الركن الأول أن يكون مطلع الكتاب عليه جدة ورشاقة، أي لا يكون شكله يشعر القارئ أو من سيقتني الكتاب بشعور سيء أو لا يجذبه. يعني ما الاستفادة عندما أكتب كلاما جيدا ولكن الغلاف أو مطلع الكتاب أو بدايته ليست جيدة أو لم تجذب القارئ لي؟ فإذا أحسن الكاتب مستهل كتابته جذب إليه القارئ واستهواه إلى قراءة ما كتب. كما قلت، يجب أن أكتب بأسلوب جيد وأختار غلافا مناسبا للكتاب الخاص بي. إن بدأت مثلا الكلام ووجدني قد يكون لدي كلام جيد لأقوله، ولكن بدأت بداية سيئة، فمن يسمعني لن يستطيع أو لن يكون لديه هذا الصبر على سماعي إلى النهاية. وهكذا الكتاب، من سيقرأ في بداية الكتاب كلاما وسيجد الكلام غير مؤثر وغير جذاب، فلن يكون أو تكون لديه القدرة على إكماله. الركن الثاني أن يكون خروج الكاتب من معنى إلى معنى برابطة، أي يكون الكلام مترابطا، لا أكتب جملة من هنا وجملة من هنا أو أخرج من فكرة إلى أخرى دون ربط. فإن لم يستطع الكاتب لملمة المعنى والأفكار وربطها برباط موضوعي يساوغ تجاورها، فلن يستقيم له الهدف من رسالته، أي لن يظهر المعنى الذي يريده أيضا في كلامه المكتوب. الركن الثالث أن تكون ألفاظ الكاتب غير مخلوقة بكثرة الاستعمال وليست غريبة. مثلا أنا أريد أن أوصل رسالة إلى العرب أجمع، قد تكون هناك كلمة أستعملها أنا في بلدي ولكن لا يستعملها الناس الآخرون في بلادهم، فهذه كلمة قد تكون مألوفة لدي لكثرة الاستعمال ولكن عند الناس لن تكون موجودة، فلا يجوز أن أستعمل لفظا كهذا، وليس لفظا غريبا أيضا. الغريب يكون مثلا قد يكون لفظا قديما في اللغة يحتاج القارئ إلى الرجوع إلى المعجم ليفهمه. لماذا أفعل هذا به؟ لماذا أضع ألفاظا غريبة تستدعي أن يرجع إلى المعجم؟ في هذا ينقطع حبل أفكاره في قراءة كتابي، وستجعله ينفر مما كتبت ويعزف عن قراءته. الركن الرابع، في هذا الركن يشير ابن الأثير إلى مسألتين وهما الاقتباس والتضمين من القرآن والسنة، فهما معدن الفصاحة والبلاغة. كما تعرفون أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية وهذا سر إعجازه، لأنه حاكى كانت هذه نقطة قوة القوم حينها، فبالتالي نزل القرآن محاكيا لفصاحتهم وبلاغتهم بل تفوق عليهم، وهذا سر إعجازه. وبالتالي فمن يضمن نصه آيات من القرآن أو من الحديث الشريف فهو بهذا يقوي معناه. أنت إذا مثلا استمعت إلى حديث شخص ووجدته يتحدث بالقرآن والسنة، فستقول أن هذا الشخص واسع الاطلاع وواسع التفكير. ننتقل الآن إلى أركان الكتابة باعتبار الشكل والمضمون. نتكلم عن المهارة الحركية والمهارة العقلية.
نقول أن أركان الكتابة باعتبار الشكل والمضمون هما ركنان. أولا شكلا رسم الحروف وسلامة الهجاء، أي لا أكتب مثلا حروفا خاطئة أو لا أكتب حرفا بطريقة خاطئة، وهذا ما يطلق عليه المهارة الحركية في الكتابة أو الجانب الشكلي. الركن الثاني أن أعبر عن الأفكار تعبيرا واضحا منظما وليس بشكل عشوائي. فبهذين الركنين الكتابة تكون القدرة على التعبير عن مجموعة أفكار وعرضها وتدوينها بطريقة منظمة وبلغة صحيحة وأسلوب سليم طبقا لنظام تركيب اللغة أو ما يمثل جانب المضمون أو المهارة العقلية في الكتابة. ثم بعد ذلك نتكلم عن خصائص الكتابة. يرى عبد الباري أن للكتابة 6 خصائص، وهي سأقولها هنا بشكل سريع ثم سنتحدث عن كل خصيصة على حدة. خصائص الكتابة هي أنها فن اتصالي وعملية معقدة وعملية ترميز وفن محكوم بقواعد وعملية تفكير وأشكال سلوكية. سنتكلم الآن عن كل خاصية على حدة. الكتابة من كونها فن اتصالي، فالكتابة بها أنقل المعلومات وأعطي تعليمات، أو أستطيع أن أتواصل مع أحد لأحييه، أو مثلا أطلب منه طلبا أو أسأله عن شيء وهكذا. وهي عملية تتطلب وجود عدة مكونات. عندما أتصل مع شخص يجب أن يكون هناك المتكلم الذي أتكلم، وفي حالة الكتابة يكون الكاتب، والمستقبل أو المتكلم متكلم إليه، وفي حالة الكتابة يكون القارئ، وبينهما رسالة، أي الكلام الذي أقوله هو ما سأكتبه وهذه هي الرسالة. ثم نتكلم عن الكتابة بأنها عملية معقدة. لماذا؟ لأنها منتج نهائي على الكاتب حتى يخرجه أن يسير في 3 عمليات أساسية، فلابد له أن يخطط للكتابة، لا يستطيع أن يكتب عشوائيا ثم بعد ذلك يكتب ما فكر فيه وخطط له وينشئ، يعني يكتب ويحرر يعدل يصحح وهكذا، ثم في النهاية يراجع ما كتبه. لا أستطيع أن أسلم شيئا دون أن أراجعه. وكل عملية من هذه العمليات الثلاث تتضمن أيضا مجموعة من الخطوات الإجرائية، فبالتالي هي الكتابة عملية معقدة. ثم الكتابة هي عملية ترميز للرسالة اللغوية. إذا كانت اللغة بصفة عامة عبارة عن نظام من العلامات، فإن الكتابة تقع ضمن الإطار العام لعلم الرمز العام وعلم السيمولوجيا الشامل، كما أسس له دي سوسير، تناول ثنائية الرمز والمدلول. سأقولها بشكل آخر حتى يتضح معنى هذا الكلام. أنا إذا قلت لك أكل أخي تفاحة، فماذا سيأتي في ذهنك؟ سيأتي في ذهنك صورة أخيك وهو يتناول تفاحة. إذا أنا عبرت عن صورة، كيف؟ بكلام مكتوب. هذا ما تعنيه عملية الترميز. فالكتابة ما هي إلا علامات، أي حروف مجتمعة فكونت كلمات، فبالتالي ترمز إلى دلالات أو معان مقصودة ومحددة، لأن الكتابة الغاية منها هي التواصل، سواء التواصل الفرد مع ذاته أو مع الآخرين. ثم نتكلم عن الكتابة كونها فنا محكوما بقواعد. فلا يصح أن أكتب عشوائيا، يجب هناك مجموعة من القواعد علي أن ألتزم بها، فمنها ما يرتبط بتنظيم العمل الكتابي. مثلا أكتب نصا فلا أبدأ بنهايته، بل لابد أن أكتب المقدمة ثم أدخل في صلب الموضوع وأربط حتى أصل إلى الخاتمة. ومنها ما يرتبط بكتابة الفقرة أو الجزء المعين، ومنها ما يرتبط بآليات الكتابة، فلا أكتب بإملاء خاطئ أو أكتب ولدي أخطاء نحوية في القواعد أو أستخدم علامات تعقيم غير مناسبة، وأيضا أراعي استخدام أدوات الربط وهكذا. كل هذه هي قواعد حتى أخرج نصا جيدا. وكما قلنا قبل قليل أن الكتابة عملية معقدة، نستطيع أن نربط هنا بين هاتين الخاصيتين، عملية معقدة لأنها محكومة أيضا بقواعد
حتى تخرج بشكل جيد. فهذه القواعد تنطبق على نوعي الكتابة، فلكل نوع قواعده الخاصة. مثلا كتابة قواعد كتابة المقال قواعد مختلفة عن كتابة الورقية أو الخطابات وما إلى ذلك. وعلى هذا الكلام يمكن أن نقول أن الكتابة ليست فنا عفويا، بل له فن، بل هو فن منظوم منظم محكوم بقواعد وأصول. ثم نتكلم عن الكتابة كعملية تفكير. قلنا قبل قليل أن بعض الناس يفكرون بالكتابة، يعني قد يكون شخص ما جالسا صامتا ويفكر في عقله، ولكن بعض الناس لا تفكر بهذه الطريقة، بل متى ما شعر برغبة في التفكير أمسك ورقة وقلما وأفرغ ما يشعر به أو ما يفكر به. فالإنسان قبل كما قيل يفكر بقلمه، يفكر في كل مرحلة من مراحل الكتابة. ولكي يكتب الإنسان بشكل واضح لابد أن يفكر في موضوعه. كما قلنا قبل قليل هناك خطوات، أولها التفكير والتخطيط، ويفكر في المعاني والألفاظ وطريقة العرض وهكذا، ويفكر أيضا كيف سيربط بين الأفكار. فالكتابة هي المظهر الخارجي لعملية التفكير. ثم الكتابة لها أشكال سلوكية تدل عليها. كما قلنا أن الكتابة فن معقد، ففي الوقت نفسه هو منتج يتبدى في عمل مكتوب يظهر للعيان. قلنا أنها النتيجة أو المظهر الخارجي للتفكير، يتضمن مهارات متعددة ومرتبطة مع بعضها. أولا مهارات تنظيمية، لابد أن أنظم الشكل، المقدمة أولا ثم صلب الموضوع ثم الخاتمة. مهارات فكرية، علي أن أفكر بشكل منظم. مهارات أسلوبية، أنتقي من الألفاظ أجملها ومن الجمل أنسقها والعبارات وأرتب الفقرات وأتكلم بأسلوب جميل. هذه كلها تتبع الأسلوب. فكيف يتفوق كاتب على كاتب؟ قد يكون هناك كاتبان يكتبان عن الفكرة نفسها، ولكن كيف سأحكم على نص أنه أجمل من نص؟ بالأسلوب. مهارات شكلية، طبعا أحكم من خلال مهارات جميعها، ولكن الأسلوب هو عامل جوهري. مهارات شكلية، كيف مثلا أراعي أن تكون الهوامش منضبطة وأن المسافة بين الكلمة والأسطر غير شاذة أو منفرة للعين، وأيضا أن أترك مسافة في بداية كل فقرة. طبعا هذه كلها تتبع مهارات الشكل والتنسيق. ثم مهارات خاصة بآليات الكتابة كما قلنا عنها منذ قليل، ومهارات الصحة اللغوية، أي أن أستخدم كلمة صحيحة لغوية ليست خاطئة أو مثلا ذات معنى خاطئ. ثم أتكلم عن صعوبات الكتابة. أرجع بعض الباحثين صعوبة الكتابة إلى سببين. هما أولا سبب يتعلق بمفهوم الكتابة، فبما أنها تعد رمزا للرمز، في حين أن الحديث يعد رمزا واحدا، فاللغة في أساسها وطبيعتها منطوقة، ألفاظ معينة تعطينا دلالات حسية ومعنوية. أما في الكتابة، يعني مثلا في النطق عندما أقول كلمة رداء أنا تخيلت شكلا، أما في الكتابة فكلمة رداء التي هي بدورها رمز للشيء الحسي الذي تخيلته عندما قلت كلمة رداء في النطق، عندما أكتبها كما قلت التي هي بدورها رمز للشيء الحسي الذي نعرفه عن الرداء في الطبيعة، عندما تستقبل الأذن كلمة رداء وتحولها للمخ فإنه يعيدها إلى مدلولها الحسي، لكن عندما تستقبل العين كلمة رداء أيضا تحولها إلى المخ. ولكن أولا يقوم بالربط بين رسم الكلمة على الورقة وبين الكلمة المنطوقة، هذا أولا. إذن هنا تحدث مجموعة من العمليات، فإذا تطابقتا فأيضا يعيدها إلى مدلولها الحسي، وبهذه الطريقة يقوم المخ بعمليتين بدلا من عملية واحدة. وتبدو هذه العملية أكثر وضوحا عند الأشخاص الذين يقرؤون بصوت ظاهر. السبب الثاني يعود إلى اختلاف طبيعة الكلمة التي نستخدمها في الكتابة.
يعني هناك مجموعة من الكلمات أو هناك أشياء نستعملها في الكتابة تعطي طابعا مختلفا عندما نستخدمها في الحديث. وقد دعا هذا الاختلاف بين لغة الكتابة ولغة الحديث إلى التمييز بينهما وبين لغة التفكير، وهذا ما يفسر بوضوح صعوبة الكتابة. يعني قد يكون في داخلي معنى أريد أن أعبر عنه، ولكن أجد صعوبة في هذا. لماذا؟ لاختلاف طبيعة الكلمات. هناك كلمات أستطيع أن أفكر بها، ولكن إذا كتبتها ستعطي مدلولا مختلفا. وبهذا نكون قد انتهينا من صعوبات الكتابة. إذن ماذا تعلمنا في هذه الوحدة؟ تعلمنا مجموعة من المصطلحات، منها الكتابة وقمنا بتعريفها بعدة طرق، والصناعة هي تغيير في الشكل لزيادة قيمتها وجعلها أكثر ملائمة لحاجات الإنسان ومتطلباته، هذا ما تفعله الصناعة. الترميز أي أن أجعل الشيء رمزا لشيء ما. الهدف هو الشيء الذي أفعل شيئا لأجله، أي هو النتيجة التي أرغب بها أو أرغب في الحصول عليها، وهذا ما يدفعني أو يشجعني حتى أكمل. الركن هو الأساس أو هو أحد الجوانب في الشيء الذي يستند إليه، ويكون في ويكون من ماهيته أي من نوعه وداخلا فيه. الصعوبة هي حالة حيرة وقلق تمتلك فكرة الإنسان وتدفعه إلى التأمل والتفكير لإيجاد حل. يعني مثلا إذا واجهتني صعوبة في الكتابة، مثلا لنرجع إلى الأسباب، واجهتني صعوبة بمفهوم الكتابة، أنني إذا مثلا قلت كلمة فسأتخيلها بعملية واحدة، ولكن إن كتبتها فالمخ سيقوم بعمليتين، أختار من المصطلحات أسهلها، هذا مثلا حل. إذا الصعوبة تدفعني إلى التفكير في حل. عندما واجهتني صعوبة قلقت بعض الشيء أو احترت كيف سأحل هذه الصعوبة، ولكن بالتفكير وجدت حلا. السبب الثاني أن هناك اختلافا في طبيعة الكلمات، أيضا أفكر في طريقة لتلافي هذه المشكلة. وبهذا نكون قد انتهينا من محاضرتنا اليوم، ونكون قد انتهينا من وحدتنا الأولى. أراكم على خير في المواضيع القادمة. إلى اللقاء.